أولادنا زي نسمة الهواء، غاليين جداً علينا، وأي حاجة بتتعبهم بتأثر على كل حاجة بيعملوها، خصوصاً لو التعب ده زي حساسية الصدر اللي هو الرب. استشيري طبيب طفلك، ممكن ينصحك بالعلاج عن طريق جهاز الاستنشاق لعلاج حساسية الصدر. خليكي دايماً جاهزة ومعاكي جهاز الاستنشاق في البيت. العوامل المحفزة للرب كتيرة ومختلفة من طفل لطفل، ولازم نتحكم فيها. استشيري طبيبك عشان تعرفي أكتر عن حملة نسمة هواء لمرضى حساسية الصدر المقدمة من وزارة الصحة والسكان برعاية شركة أسترازينيكا.